ما هي العلاقة المركزية أو Centric Relation؟ ما أهميتها في صناعة الأجهزة الكاملة؟ ما هي طرق تسجيلها؟ ما هو الفرق بينها وبين علاقة Centric Occlusion الإطباق المركزي أو التشابك الحدبي الأعظمي؟ وكيفية الحصول عليها من خلال سواء الطرق الحيادية الباسيف أو من خلال الطرق الأكتيف في محاضرة اليوم؟ إن شاء الله خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، بيسعدني تلقي أي استفسار أو اقتراح من قبلكم. أيضا بدي أشير لحاجتي لدعمكم من خلال الاشتراك والمشاركة واللايك. محاضرة اليوم إن شاء الله هي استكمال في سلسلة Complete Dentures، بعد ما حكينا عن Vertical Dimension، طريقة تحديد البعد العمودي أو العلاقة العمودية في جلسة تحديد العلاقة الفكية. اليوم إن شاء الله أن نستكمل الخطوة الثانية بهي الجلسة، اللي هي بتتضمن تحديد العلاقة الأمامية الخلفية Anterior Posterior Relation أو العلاقة المركزية أو Centric Relation. فإذا فينا نحن نعرف العلاقة المركزية على أنها العلاقة الأمامية الخلفية للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي في المستوى الأفقي. وممكن الحقيقة نحن عطفا على هذا التعريف نميز بين نوعين بين من Centric Relation. نحن عندنا Centric Relation المركزي، العلاقة المركزية في وضع الإطباق المركزي، وعندنا الإكسيترينك ريليشن، وأعني بها العلاقة الأمامية الخلفية للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي في حركات الغير المركزية، وأعني بها الحركات الليترال، الحركات الجانبية، والحركات الأنتروبوستيريور أو حركات البروتروجن أو الحركة التقدمية والتراجعية. طيب نحن عشان نحن بس نكون اكثر دقه، خلونا ناخذ تعريف محدد بالنسبه للسنتريك ريليشن. راح نشوف العديد من التعريف من خلال الحقيقه الكثير من المراجع والكثير من الباحثين واطباء الاسنان. من اشهر التعريف حنشوف مثلا التعريف اللي بيقول انه هي عباره عن علاقه الفكيه العلويه السفليه عندما تتمفصل اللقم او الكاندلز مع الجزء الوعائي الارق من قرصه المفصلي الارتيكليتين ديسك، اللي هو بيتوافق مع الكومبلكس هذا اللي عم نحكي عنه بالوضع الامامي الخلفي في مقابل ومنحدرات الارتيكولار مينسيز او الحفره المفصليه. ايضا ممكن نحن نعرفها انه هي العلاقه الفيزيولوجيه الاكثر خلفيه الموست ريترودد للفك السفلي بالنسبه للفك العلوي، واللي اليها ومنها يستطيع الشخص عمل حركات جانبيه، وهي طبعا بتكون موجوده او بتحدث حول محور الفتح والغلق الانتهائي. طيب شو الفرق بينها وبين العلاقات الفكيه الاخرى اللي نحن بنعرفها مثل الماكسيمم انتركاسبيشن مثل السنتريك اوكلوجن؟ بشكل مبسط نحن فينا نقول انه الماكسيمم انتركاسبيشن هو التمفصل الكامل للاسنان المتقابله بمعزل عن وضع اللقم او الكاندلز. نحن عم نحكي عن علاقة أسنان لأسنان بالتشابك الحدبي العظمي، ما عندنا أي علاقة مع علاقة أو تمركز الكاندلز في من خلال التشابك الحدبي العظمي. أما السنتريك أوكلوجن، فبالسنتريك أوكلوجن نحن عم نحكي عن وضع الأسنان المتقابلة عندما يكون الفك السفلي في وضعية السنتريك ريليشن. وطبعا بطبيعة الحال هو قد يكون متوافق مع الماكسيمم انتركاسبيشن، قد لا يكون متوافق. فإذا علاقة الأسنان مع بعضها في وضع العلاقة المركزية بنسميه سنتريك أوكلوجن، لكن العلاقة المركزية بحد ذاتها هي علاقة أمامية خلفية الفك السفلي بالنسبة للفك العلوي، تكون وقتها اللقم متمفصلة مع الجزء الوعائي الأرق من القرص المفصلي المتوافق مع الكومبلكس في الوضع الأمامي الخلفي. فينا نحن الآن نشوف مثال على عدم توافق الإطباق المركزي أو Centric Occlusion مع العلاقة الأكثر خلفية أو Centric Relation. مثل ما أننا شايفين نحن بالإطباق المركزي عندنا علاقة فكية، منشوف كيف الأوفرجيت الكاسبتوفوسا الإطباق الكلاس 1 الطبيعي، وكيف مع العلاقة الأكثر خلفية اللي هي العلاقة المركزية كيف بتزيد الأوفرجيت، وأيضا بصير في عندي إطباق. منشوف كيف تمفصل الكاسب فوسة بالنسبة للأسنان. فالحقيقة مهم نحن جدا بالأسنان بالأجهزة الكاملة أنه نعتمد على وضع فيزيولوجي حتى نقدر نحصل على الإطباق المتوازن. لذلك دائما نحن لازم ننضد الأسنان وفق علاقة فكية تعتمد العلاقة المركزية كمرجع. ومن هون نحن بنقول أنه مهم جدا تحديد العلاقة المركزية وعمل تمفصل شمعي من خلال العلاقة المركزية على الارتفاعات الشمعية، ومن هون نحن بننقله للمطبق لحتى نتابع عملية تنضيد الأسنان وفق هاي السنتريك ريليشن اللي حكيت عنها.
فإذا نحن فينا نقول أنه السنتركليشن بشكل عام هو وضع أكثر خلفي بالنسبة للعلاقات، العلاقة بين الفك السفلي والعلوي، والحقيقة بمعزل عن تماس الأسنان. نحن بهي العلاقة بيكون همنا أنه نحن نوصل لهي العلاقة اللقمية الأكثر خلفية، بحيث نحن نضد بناء عليها أسنان، لأنه الحقيقة هي العلاقة قابلة للتكرار، على عكس باقي العلاقات اللي ممكن نحن ما نقدر أنه نعيدها بشكل دقيق في كل مرة نحتاج ذلك. بتتميز هي العلاقة بأنه هي مريحة، قابلة للتكرار، وقابلة للتسجيل، والحقيقة بتسمح لي أنه بانطلاقا منها نقدر نعمل كل الحركات الجانبية والتقدمية، الليترال أو الإكسنتريك والبروتروسيف بوزيشن من دون أي مشاكل، ونحن لما نحكي عن الكمبليت دينشرز من دون أي إعاقات بتؤدي لحدوث قلقلة للجهاز أو حركة للجهاز. هنا بدي ركز على فكرة مهمة جدا، هي لماذا طيب نحن لازم نعمل التسجيل بالكمبليت دينشرز بالسنتريك ريليشن؟ ليش ما يكون في مرونة بحيث نحن نقدر نوصل لأي تشابك حدبي أعظم بمعزل عن هاي الوضعية العضلية أو الوضعية الفيزيولوجية وصعوبة تسجيلها في بعض الأحيان؟ الحقيقة أن ذلك يعود لعدة أسباب. واحدة من هاي الأسباب هو أنه السنتريك ريليشن والماكسيموم انتركسبيشن اللي هي علاقة سنية مثل ما قلنا، سهل أنه نحن ننتجها لو نحن بدنا نعمل علاقة بين الأسنان بغض النظر عن العلاقة الفيزيولوجية للقم مثل ما حكينا. المشكلة أنه بالأسنان الطبيعية السنتريك ريليشن هي والماكسيموم انتركسبيشن قد لا يتوافقان، بس الحقيقة أنه الأسنان بطبيعة الحال فيها مستقبلات حسية، في ريسيبتورز. المستقبلات الحسية هي عندها قدرة على إدراك، قدرة إدراكية تمنع حدوث عوائق إطباقية عند الحركة من السنتريك ريليشن للماكسيموم انتركسبيشن. أما في المرضى الدينشلس فنحن عم نحكي عن مرضى بدون أسنان، فبالتالي هي الريسيبتورز ما موجودة، لذلك ممكن بسهولة تحدث عوائق إطباقية مع كل تحرك من الماكسيموم انتركسبيشن باتجاه السنتريك ريليشن أو حتى باتجاه إكسنتريك موفمنت، فبالتالي ما بتستقر الأجهزة. لذلك نحن لازم نعمل إطباق بتوافق في السنتريك ريليشن مع الماكسيموم انتركسبيشن اللي حيعمله الفني في المخبر على أثناء تنضيد الأسنان، لمنع أي تداخلات مؤذية بينهما ما بيستطيع المريض الشعور بها وتؤدي إلى سقوط الأجهزة، وأيضا لتقرحات على مستوى الميوكوزا. النقطة الثانية هي أنه تمفصل اللور كاست أو المثال السفلي يكون صحيحا مع الفك العلوي أو مع المثال العلوي اللي نقلت علاقته بالجمجمة بالقص الوجهي فقط لو تم التمفصل في السنتريك ريليشن، لأنه نحن لما نقلنا علاقة الفك العلوي بالنسبة للجمجمة من خلال الفيسبو عشان تكون علاقتنا فعلا دقيقة وصحيحة بين المثال السفلي والعلوي، فلازم برضو نحن ننقل علاقة اللقم بشكل صحيح. العلاقة الوحيدة اللي بتعطيني قدرة على أنه نحن نأخذ علاقة بين الأسنان ترتكز على علاقة صحيحة بين اللقم قابلة للتكرار هي السنتريك ريليشن بكل بساطة. نقطة أخرى هي أنه السنتريك ريليشن لازم تسجل في البعد العمودي الصحيح اللي نحن قلنا عنه وحكينا عنه في المحاضرة السابقة، واللي هو الخطوة التي تسبق دائما السنتريك ريليشن. من الخطأ أنه نحن نحدد العلاقة المركزية بعدين نروح لتحديد البعد العمودي. رابعا، وهي حكيت عنها، أنه هي العلاقة قابلة للإعادة، وهذا أمر مطلوب ومرغوب في خلال خطوات عملنا. وأخيرا، أنه هي العلاقة مريحة للمريض لأنه هي علاقة فيزيولوجية بتتيح أنه العضلات تكون بوضع مرتاح مسترخي خارج إطار الوظيفة. آخر شيء بدي أقوله هو أنه هاي الحركة سهل من انطلاقا منها أنه المريض يقوم بالحركات الجانبية والتقدمية، وبالتالي نخلص على أنه العلاقة المركزية السنتريك ريليشن هي العلاقة الأكثر صحة وموثوقية اللي ممكن نحن نعتمدها في صناعة الأجهزة الكاملة. هنا نحن بيجي سؤال، هو طيب شو اللي بيضبط أنه نحن عم ناخد علاقة مركزية بوضع اللقم اللي حكيناه؟ شو اللي نحن بيخلينا واثقين انه عملنا الريترودينج للمانديبل بالشكل الاقصى يلي يتيح مثل ما قلنا الحصول على علاقة مركزية، ومنها نحصل بعد هيك على الاكسنتريك سنتريك ريليشن. عملية تسجيل علاقة مركزية ترتكز بشكل اساسي على انه نحن نكون قادرين نرجع الفك السفلي للخلف بشكل صحيح ودقيق بمعزل عن تأثير العضلات. ف
أحيانا هي عملية قد تكون سهلة، وخصوصا مع الممارس الخبير بيقدر بسهولة إنه يوصلها ويعرفها، لكن في بعض الأحيان تكون معقدة، تكون صعبة. فخلونا نعرف بعض الطرق يلي ممكن من خلالها نقدر نرجع الفكسوفلي للخلف. الحقيقة أن عملية الريترودينج للمانديبل ممكن تقوم بيها إما من خلال باسيف ميثودز، يعني طرق حيادية، أو من خلال أكتيف ميثودز أو طرق تعتمد على التنشيط أو على الحركة. بالنسبة للباسيف ميثودز، فالباسيف ميثودز لتسجيل أو لإرجاع الفك السفلي للخلف بكل بساطة هي إنه نحن نطلب من المريض يرجع فكه للخلف، نطلب منه يسترخي تماما، بنحاول نسحب الفك السفلي للخلف، بنقول له للمريض يسكر. دائما بنحاول نعيش شعوره كأنه الفك العلوي هو اللي عم يندفع خارجا أثناء الإغلاق. بنحاول نلمس الجزء الخلفي من لو في مثلا دينشرز عم نتحقق من صحة الإطباق فيه، أو مثلا لو نحن عم نشتغل على الواكس بايت على الارتفاعات الشمعية والصفائح القاعدية لتسجيل العلاقة المركزية، نطلب من المريض أنه يعمل لمس للجزء الخلفي من هاي الارتكريتنج بيس أو الدينشر باللسان، ومنقول له يسكر شوي شوي لحين تماس الارتفاعات الشمعية. نطلب من المريض أيضا أنه يعمل عملية بلع ويرجع يسكر. نطلب من المريض يفتح ويسكر، ونحاول نخلي الارتفاعات الشمعية تتلامس بشكل سريع ومتكرر. يعني المريض نقول له بعد ما بلع أنه يفتح ويسكر بعدة مرات، هنلاحظ أنه بشكل مفاجئ الفك السفلي يعني أخذ وضعية استرخائية تسمح لنا أنه نشعر بعملية دفع للخلف ونحن عم نحرك. طبيعة الحال ممكن تساعد أيضا أنه المريض يمير رأسه للخلف مع التمارين السابقة اللي حكيناها. ممكن نطلب منه أيضا لو شعرنا أنه في مقاومة أنه المريض يقدم ويرجع فكه السفلي بشكل متكرر، وبهالفترة أو بهالمرحلة بيكون أصابع الطبيب مقابل الذقن بشكل خفيف بس لحتى نستشعر عملية الريتروجين. هاي بالنسبة للباسيف ميثودز، لكن في بعض الأحيان ما بتكون كافية، فممكن نحن نحتاج أنه نقوم بالأكتيف ميثودز للحصول على العلاقة المركزية أو سنتريك ريليشن. بهي الطريقة ممكن نحن نعمل ريلاكسينج للتيمبورال ماسل وللماسل الماسيتر ماسل، العضلات الصدغية والماضغة. من خلال هاي عملية الاسترخاء ممكن نحن نقدر بسهولة نرجع الفك السفلي للخلف. عندنا أيضا طريقة داوسون، وهي الحقيقة تعتمد على الجس اليدوي الثنائي من خلف المريض. بنشوف كيف الأصابع الأربع لليدين على الحافة السفلية للفك السفلي، بنطبق ضغط من خلال الإبهامين من أمام الذقن أو على الارتفاق الذقني، بنطبق ضغط للخلف وللأسفل، وبنطلب من المريض يفتح ويسكر ببطء لحين انه نشعر في عملية رجوع مفاجئ بفك السفلي، نشعر انه صار سهل قيادته للوضع الاكثر خلفية او هو العلاقة المركزية. ممكن ايضا نحن نعتمد انه نحن الاصابع كلها الابهام والاصابع الاربعة نطبق ضغط على الذقن ونرجع الفك السفلي، نقول للمريض يسكر بشكل خفيف على ارتفاعات شمعية، ونحاول نعيد الحركة لحين أنه نحس أنه الفك السفلي انقاد معنا للخلف. الحقيقة هناك عدة صعوبات في تسجيل العلاقة المركزية. ممكن في بعض الأحيان المرضى يكون عنده الفقدان للتناسق العضلي، ممكن المريض يكون اعتاد على الغلق للأمام خاصة إذا صار له فترة بدون أسنان، ممكن في بعض الأحيان تكون نفسية، أو ممكن في بعض الأحيان توتر، ممكن الطبيب يخلق توتر عند المريض لما يشعر المريض أنه الطبيب متوتر، ما عم يقدر يفهم المريض شو هي الأوامر اللي عم يطلبها الطبيب. فبدنا دائما نحاول نكون صبورين وهادئين أثناء أخذ العلاقة المركزية. طبعا بالنسبة لطرق تسجيل العلاقة المركزية لخصص المحاضرة القادمة إن شاء الله نحكي بشكل مفصل أكثر عن طرق تسجيل العلاقة المركزية، لأنه تسجيل العلاقة المركزية بتطلب تسجيل صحيح لهي العلاقة الأفقية مع ضغط عمودي متساوي، ومهم أنه نحن هي العلاقة تضل صحيحة دون تشوه لحين التركيب على المطبق. حناخد إن شاء الله المحاضرة القادمة نحكي عن الطرق الفيزيولوجية وطرق التكتايل أو طرق with pressure أو without pressure أو طرق خارج الفموية. ممكن نحكي أيضا عن الجرافيك ميثودز، نحكي عن functional ميثودز سواء نيدل هاوس أو باترسون. فإن شاء الله من خلال الجزء القادم إن شاء الله نلتقي على خير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.